سباقات السبيد والدريفت مختلفه شويه في موضوع ان احنا هنا كارتنج اصلا، فبالنسبه للسبيد والدريفت بيبقى ليه سيت اب مختلف، جايبين ناس متخصصه يعني كابتن سامح معانا هو اللي منظم الايفنت عندنا بقى له 10 سنين ما شاء الله في المجال ده، ف يعني التنظيم الحمد لله كله جيد وكل الناس مبسوطه يعني اليوم ماشي كويس الحمد لله. المشاركه سهله جدا، هيقدر يروح نادي السيارات اللي موجود في وسط البلد في القاهره ويطلع رخصه رياضيه بكل سهوله جدا، ويقدر يشارك في كل البطولات اللي موجوده، وهيحمي نفسه وهيتدرب وهيبقى مبسوط جدا وسط المنافسه، وفي نفس الوقت مكان مقفول عليه، مكان سيف جدا، انت بعيد عن الشارع، ما بتعرضش نفسك وما بتعرضش اللي حواليك للخطر. طبعا لزياده الامان الشباب بدل ما هو بيجري في الشارع ويعرض نفسه ويعرض غيره للخطر، في اماكن مخصصه للحاجات دي، ان هو يمارس هوايته وان هو يمارسها في مكان مؤمن بسياره مؤمنه تحت اشراف نادي السيارات والرحلات المصري، وطبعا في مكان مخصص لذلك. صراحه دي اول مره احضر، انه مبسوطه جدا مصر عملت حاجه زي كده، ان انا دايما كانت السباقات بتبقى مره بس، ما كانش بيبقى عندي اللي هي الاوبورتيونيتي ان انا احضر، فانا مبسوطه جدا النهارده ان في حاجه زي كده بتحصل في مصر.